زبير أرجال حسين أنا أقول لك هذا النفق يتميز بالتقنيات يعني جد متطورة، أنه يسمح بالتعقيم الآلي لكل الشاحنات من الداخل ومن الخارج. مواده يعني مصنوع من مواد تعيش مدة طويلة، وبالتالي راح يستخدم لمدة طويلة وليس فقط للمناسبة هذه. قمنا بمبادرة خيرية لفائدة الحماية المدنية بإنشاء ممر التعقيم كبير الحجم يسمح لتعقيم سيارات الإسعاف. قمنا بإنجاز هذا النفق الخاص بسيارات الإسعاف في مدة لا تتجاوز 15 يوم نظرا للظرف الحرج الذي نعيشه هذا الوباء.